بمقر عملة إقليم تنغير نظم تجمع خطابي تخليدا للذكرى 91 لمعركة بوغفر المجيدة، والتي تعتبر إحدى المحطات الهامة في تاريخ الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وذلك بحضور عدد من قدماء المقاومين وفاعلين في المجتمع المدني. دأبنا على إحيائها في كل سنة في موعدها، وطبعا هي ذكرى اللي كنستحضروا فيها الدروس والعبار والحمولة ديال القيم الدينية والوطنية والروحية والأخلاقية والكونية والإنسانية اللي كتحملها هذه الذكرى. هو لقاء تم خلاله استحضار هذه الملحمة التي جسدت أروع مواقف البطولة والشهامة والصمود في مواجهة الاحتلال الأجنبي دفاعاً عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. كما أعطى السيد الكتيري بهذه المناسبة على مستوى الإقليم انطلاقة أشغال بناء فضاء يحتفي بالذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير. وتم بهذه المناسبة تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا تسليم إعانات مالية ل34 من المستفيدين من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي الحقوق، عرفانا بما قدموه من خدمات للوطن.